ودعت بلدة البيري في قضاء الشوف ابنها الشهيد هيكل حنا مسلم الذي استشهد وهو يرفع كأس الحياة في ليلة رأس السنة في اسطنبول. بالتصفيق والزغاريد وبدموع من السماء والأرض استقبل الأهل والأصدقاء هيكل وزفوه، ولكن هذه المرة عريساً إلى السماء، هو الذي لم يمضي على اقترانه بمراي الخوري إلا أشهر قليلة. الشعب اللبناني كان راح يعمل سياحة، ما كان رايح يشم الهواء ببلاش بالدولة التركية. كنا نتمنى على الدولة التركية تاخذ عبرة عن الدولة اللبنانية لهالدولة الصغيرة اللي كان فيها أمن، إن كان من درك أو جيش أو قوة عسكرية لبنانية، حافظوا على الأمن ليلة عيد رأس السنة ما صار ضربة كف. وطلب خاص من الله وقلب يسوع البيري بشفاء المرضى والجرحى اللي صاروا بتركيا، والله يرحم الموتى وطول عمركم. ما فينا نلاقي كلمه بحد نقدر نحدد شو هي هاي المصيبه، هاي الكارثه، هاي الفاجعه. هيكل شاب قد ما نحكي عنه ما فينا نعطيك المواصفات اللي هو فيها، من قلب طيب ومن اهله ومن كرمه ومن اخلاقه. ما في كلام يعبر. شاب كتير آدمي، ابن بيت، ابن عائلة، مهذب كتير كتير، كان هو أو أخته مربيين تربية حلوة كتير. نحن من عز ضيعتنا بشاب يلي سقط بهالأيام هيدي الصعبة، ونحن بنحب نودي رسالة كمان كتير مهمة للعالم كلها، إنه نحن بلبنان إذا بدو يحبوا يتعلموا كيف تكون الإسلام يجوا على لبنان يتعلموا. نحن بنعرف الأخوانا المسلمين بلبنان كيف بعيشوا، كيف بيمارسوا حياتهم الدينية. فبتمنى أنا من كل الدول العالم يجوا يتعلموا هون بلبنان حتى يحط السلام بقلوب العالم كله سوا. حضر الجنازة رفاق الشهيد ونجوم كرة السلة الذين ودعوا صديقهم البطل مدرب اللياقة البدنية في فريق التضامن. هيكل شخص كتير قريب مني ومن كتير عالم. نحن هون لنصلي ونتذكر هيكل ونصلي لأهله ومرته، يعني بتصور هن أكتر عنا رح يتعذبوا، وأكيد نحنا كلنا هون مفجوعين. ما حدا بعده مصدق إنه عن جد هيك شخص هالقد منيح وما بيعرف غير المحبة بحياته يقع جريمة إرهاب، وأنا بالنسبة لإلي كراهية عم بيزرعوها للأسف السياسية بين بعضهم والدول بين بعضها، وعم بيطلعوا دايما الضحية هي الأبرياء. قبل ما نحكي على الشق المهني تبعه، هيكل من الأشخاص اللي ما فيه يقلك قد ايه إيجابي، قد ايه بيزرع عن جد، مش إنه كلمات واحد بيقولها هيك، بيزرع محبة وإلفة بين أصحابه، وما بحياته حكي كلمة غلط عن حدا. مهنياً كان أول شيء هو كان أتلات من أحسن، يعني كان مشترك بعدة بأولمبيكس عدة مرات، وكان كوتش من أحسن الكوتشية. أنا شغل معه 5 سنين on a daily basis. ما في خبرك قد ايه انسان بيعطي مهنيا وبيعطيك كوتشنج للحياه. يعني يعني انا اللي اكثر شيء بزعل انه انسان مثل هيدا هالقد بحب الحياه يخسر حياته بهالطريقه. يستمر الاهالي في تقبل التعازي يومي الاربعاء والخميس في الرابع والخامس من الجاري بكنيسه مارجرجس الويزه، والاحد في الثامن من الجاري في صاله قلب يسوع في البيره. ليال بو موسى، قناة الجديد.